de bar a bar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحلقة نجدد من خلالها لقاء بكم في برنامجكم من حقك، معي أنا عادل بربع. الوعي القانوني هل يعتبر سبب في زيادة نسبة الطلاق؟ سؤال تم طرحه عبر منصة تويتر للإذاعة في حساب الإذاعة، وكان هناك عبر الاستطلاع تجاوب لعدد كبير من المتابعين، منهم من قال يعني طبعا كانت الإجابة ما بين نعم أو لا، 39% قالوا نعم، 61% قالوا لا. هل هذه الإجابة مبنية على معرفة واطلاع ودراسة للواقع اللي فعلا موجود من هذه الناحية؟ لكن طبعا الرأي القانوني والاستشارات القانونية عبر هذا البرنامج راح يعطي لنا الإجابة أيضا والتوجه نحو هذا الأمر. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ عبد الله بن جميل مقابل، وهو المحامي والمستشار القانوني. حياك الله أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا. يا أهلا فيك. نرحب فيكم مستمعين الكرام. الله يسلمك. إحنا لما يعني كان اختيار هذا السؤال حقيقة يعني فعلا على حتى في بعض الجروبات تناقلوه كذا، وكان بعضهم يقول على حسب الحال، على حسب الفهم للموضوع، وأحيانا يمكن ما تجي الإجابة بشكل يعني كامل. لكن الإجابة عندك أنت سيد عبد الله، إذا كنت تعطينا هو السؤال فكرة. إحنا لو نجي نركز في السؤال، هل الوعي القانوني سبب؟ ما قلنا إحنا نعم رق. ميزة أساسية، ما نقول هو أساس المشاكل. أنت لما تيجي تتكلم على 39% ترى نسبة كبيرة. نعم لما يقولوا لما يكون سبب واحد، لأن أسباب الطلاق والانفصال أسباب كثيرة، صحيح، من عديدة جدا كثيرة. نعم لما نيجي نقول سبب واحد مثلا الوعي القانوني، والناس ب 39% بنسبة 39% تقول فعلا هذه نسبة جدا عالية. يعني جميع الأسباب المتبقية للانفصال 61% تتكلم على أسباب اختلاف ثقافات، أسباب عنف من قبل الزوج، شذوذ من قبل الزوجة، اختلافات كثيرة، اختلافات اجتماعية، اختلافات ثقافية، عدم يعني احنا ما نروح نترك القانون ونروح نكون اجتماعيين، لا، بس الاختلافات اللي موجودة اللي تسبب اختلاف في بين الزوجين كثيرة. نعم. لما نيجي نقول وعي قانوني 39% بس، لا جدا، انا من وجهة نظري ايوه اشوف نسبة جدا عالية. ايش المقصد لما نقول الوعي القانوني؟ نعم ابدي مثال كذا بس بسيط. ثنتين جالسين صاحبات، يا ستي والله أنا أبغى طفشت من زوجي يمر بأزمة مالية. نعم. زوجي كان مرتاح، كان معيشنا في إيشة حلوة وكنا مرتاحين، ولكن الآن يمر بأزمة مالية. يجيك الردة والنصيحة الأولى، اطلقي، اخلعي، النظام في صالحك، النفقة لازم يحكم عليك، يحكموا عليه بالنفقة. طيب أنت بناء على إيش قاعدة تأخذي المعلومات من زميلتك أو من صديقتك؟ بناء على إيش؟ ولا شيء. بناء على فلانة سمعت، فلانة اتطلقت، فلانة والله قدمت دعوة خلع على زوجها، وجلسات ما بين الصديقات، وكل يفتي ويدلو بدلوه.
طيب انت تعرف النظام؟ قلت لك لا، ولكن صار معاها سبحان الله. نعم. احنا ما نخصص عشان لان ترى هذه الامور ناخذها بالجانبين سواء زوجة وزوجة ترى. نعم. حتى عند الازواج نفس النظام ترى. لا تطلقها طبعا من جانب اخر اجيك الزوج. أيوه. خليها معلقة مرمطها والله لازم ترجع لك مهرك. يا جماعة احنا هذه المصطلحات والامور من فين نجيبها؟ للأسف واقولها للمرة المليون للأسف 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 انه بياخذونها من بعض المحامين. هذا الواقع. صاروا المحامين ما عندنا إلا يتحدثوا على النفقة، على كيفية فسخ عقد النكاح، على الحضانة. طيب انت قاعد توعي جوز. طيب التوعية هل هي الجزء بس ولا للكل؟ توعي للكل. نعم. انت بتوجه توعيتك فقط في النظام. ما قال لك واحد وساب اثنين. النظام كم مادة؟ في مواد مرتبة لكل الأمور. انت لا، احنا للأسف بننقل حتى المعلومة بننقلها ناقصة للمتلقي. ليه؟ يعني انا نتكلم بصراحة، احنا احد الأسباب. نعم. احنا كمحامين كثقافة قانونية احنا احد الأسباب انه بننقل المعلومات ناقصة، وهذا اللي بيسبب الإشكاليات. طبعا. نعم. طبعا انت الآن بتاخذ المعلومة ناقصة، بتاخذ المعلومة اللي تفيدني، انت وصلت لك المعلومة اللي بتفيدني. نعم. لا انا بكره راح اشتكي. طيب في معلومة مكملة ومنظمة في النظام المعلومة الأولى اللي قلتها سمعتها مني. نعم. لا ما قريتها الثانية. نعم. أنا أخذت الأولى على قولهم اللي فادتني وفرحتني وسبت. نعم. وروح. طيب وبعدين تروح للمحاكم. هذه هي اللي احنا نتكلم عليها، الوعي القانوني. يا جماعة الوعي القانوني ليس وعي إنه أنقل كلام من فلان لعلان. الوعي القانوني لما أكون أنا ملم بالنظام بما لي وبما علي. الوعي القانوني نتكلم عليه لما أجي أنا أكون أقرأ النظام ما فهمت مادة أرجع أسأل وأبحث عنها عند أهل الاختصاص وأجد الجواب الصحيح مو الجواب الناقص. نعم. يا جماعة إحنا ما نعرف مدى إنه مدى الأشياء المترتبة على هذه الأشياء. لما نجي نتكلم على طلاق، الطلاق صار بسيط عند المجتمع بسبة أنا بعرف حقوق. الكلمة هذه اللي هي كل ما تناقشت مع أحد سواء زوجة أو زوجة تقول لك أنا أعرف حقوقي. لو إنك تعرف حقوقك وهو يعرف حقوقه ترى ما وصلت لمرحلة الطلاق. نعم. هذا بالمنطق والعقل وليس بالنظام. فلا تدعي بشيء أو تدعي أنت بشيء أنت لم تملم فيه وما عندك أساسا إلمام واطلاع فيه. ترى الوعي القانوني بيساعد زي ما نجي نتكلم. يعني انت استضفت قبل فترة انه المشاكل الزوجية والمشاكل الزوجية وكيف تتم حلها وكيف انه يتم الاتفاق الامور اللي هي الاجتماعية كمستشارين الاسريين طبعا هذا اختصاصهم. ترى من ضمنها لما انا اجي اتكلم ترى من حقي. طب هذا من حقك ايش اللي من حقك؟ ايش هو اللي من حقك؟ هذه مو مسألة اجتماعية ولا مسألة نفسية ولا اسرية، هذه مسألة نظامية وقانونية. نعم. لأنهم هذول الاثنين تجاوزوا جميع المراحل النفسية والاجتماعية على قولهم بالعامية تخاصموا لين طفشوا، صح ولا لا؟ وصلوا للمرحلة لما تيجي تقول لها من حقك وأنا من حقي وهو يرد لها من حقي وأنا من حقي. طيب مين وصلهم للمرحلة هذه؟ هل أنت أو أنت تتحدثون من إلمام من خلفية معرفة ومعرفة وخلفية على الأنظمة والقوانين أم كل يتحدث بعرف وواقع عايشينه؟ هنا الاختلاف. الاختلاف انه الاغلب بيتحدث من عرف وواقع ونقل معلومات ما بين سوشيال ميديا او صداقات وجلسات. نعم. كل يجي يفتي على الاخر. يعني والله العظيم في مرت علي قضايا بس خلينا نطلع شويه. نعم. الساعه 12 في الليل يدق العميل او يدق العميل قالوا لي. طيب من هم اللي قالوا لك؟ سمع معلومه قالوا لي معلومة ويتصل علي أنا كمحامي الساعة 12 في الليل عشان يقول لي والله سمعته وقالوا لي. طيب أنت أي معلومة قالوا لك أو سمعتها خلاص تعتبر هي المعلومة الصحيحة؟ ترى الجماعة نظام الأحوال الشخصية عفوا ترى نظام طويل مواده كثيرة وشرحه أصعب.
الجزئيات اللي موجودة فيه سواء كحقوق للزوج أو حقوق للزوجة، هذه أمور لا يمكن أن نشرحها في ساعات ولا في سنابة ولا في سنابتين، أو حلقة يعني. أو حلقتين صحيح، أو حلقة أو حلقتين. ارجع للنظام وشوف. نعم. أو شخص ما هو متمرس، لما يجي شخص عادي ما هو متمرس ولا هو ملم بالنظام، صعب عليه أنه هو حيكون صحيح يتكلم فيها او انه يطلع عليه. نكمل معك استاذ عبد الله، وكذلك اذكركم مستمعينا الكرام بامكانكم الاستماع للاذاعه عبر الرابط الالكتروني alif.fm.com او تحميل التطبيق الخاص بالاذاعه لتسمعونا وين ما كنتم، وبامكانكم ايضا التواصل معنا عبر واتساب الاذاعه 0556689001، مره اخرى 0556689001، إذا حابين تتصلوا على رقم 012-616-1100، مرة أخرى 012-616-1100. فاصل نعود، ابقوا معنا. عودة لكم مستمعينا الكرام، هلا فيكم مرة أخرى، وحديثنا في هذه الحلقة ما زال عن الوعي القانوني. هل فعلا ممكن أن يكون يسبب إشكالية عند البعض عندما لا يفهم أو لا يعي فعلا تفاصيل الأمور القانونية ونظام الأحوال الشخصية، فممكن يسبب بعض الإشكاليات وحديث المجالس اللي ممكن أنها تأخذ منها مثل هذه الاستشارات القانونية اللي تعود بالسلب على حياة الأسرة؟ وتفاصيل أكثر حيكون معنا الأستاذ عبد الله بن جميل المقابل، وهو المحامي والمستشار القانوني. كل ما عليكم إذا حبيتوا أنكم تتواصلوا معنا واتساب الإذاعة مباشرة، تقدروا ترسلوا أي رسالة أو حتى عندكم رغبة للتواصل ضعوا يعني اكتبوا أنه أرغب بالتواصل فنتصل عليكم على واتساب الإذاعة 0556689001، مرة أخرى 0556689001، وإذا حابين أنكم تتصلوا بشكل مباشر على هاتف الإذاعة على رقم 012-616-1100. يعني أنه الوعي مطلوب أستاذ عبد الله، يعني الواحد صحيح. يعني إذا كان البعض قد يستغرب، هل ممكن أن يكون الوعي مشكلة؟ متى يكون الوعي مشكلة؟ هنا هو السؤال. هنا السؤال. أيوة. الوعي مطلوب والتثقيف مطلوب، ولكن أنا بسميه الوعي السلبي. نعم. كيف الوعي السلبي؟ إنه أنا بثقف لغرض ما، غرض المضرة وليس غرض المصلحة. أيوة. يعني بشوف فين المداخل تبعي اللي أقدر عشان أضر فيها. أيوة. مو عشان أنا أصلح. أنت الآن أنت في عقد اسمه عقد زوجية. نعم. عقد مقدس. الآن صار الهدف الهدم وليس البناء. يعني معليش أنا ممكن يهجموا علينا على الموضوع ده، ولكن الآن اللي أنا قاعد يصير عقود الزواج صارت ليست للبناء. أنت هدف الزواج شو هو؟ الاستقرار وبناء الأسرة. صح ولا انا غلطان؟ صحيح. الان لا، اللي قاعدين نشوفها احنا انه كل صار يدور على الثغره اللي موجوده اللي تخدمه واللي تهدم في الاخير. انت بتهدم الانفصال، هذا هو الهدم. نعم. لا تيجي تقول والله في ناس، يعني احنا ما بنعمم لانه في حالات دائما، يعني في بعض الحالات وهذه قليله جدا ترى، انه الطلاق هو حل وهذا هو الحل المناسب يكون. نعم. ولكن في حالات والله بستغرب، والله العظيم بستغرب من حالات يا جماعة لما أسمع زوج وزوجة انفصلوا وبينهم أبناء، والله على عقد ذهب على إسورة، هل هذا منطق؟ ما فعل تصرف إيه؟ على هدف أنا أعيش حياتي وأنت تعيش حياتي، كان أتكلم على الجنسين وليس جنس واحد. نعم. ترى. نعم. هل هذا منطق؟ وتيجي تتكلم أنا أعرف حقوقي يا جماعة. ترى النظام وضع للتنظيم والبناء وليس للهدم والاستغلال. لازم نفهم الشيء هذا. صحيح. المجتمع ألومه؟ نعم نلوم المجتمع، نلوم أنفسنا إحنا
في الأساس. أنا ما بدخل في الأمور الاجتماعية لأنه هذا كان ودنا أنه اليوم يكون معنا أخصائية أو أخصائي أسري، كان فردنا كمان زيادة عن الجانب التأثير اللي هو الأسرة والأمور نعم. الاجتماعية نعم. احنا نتكلم الآن لما نجي نستند على النظام، نستند للنظام لشيء أشوفه أنا يبني لي أكون أسرتي. طبعا تجد الآن لما تجي تقول طيب النظام أصبر لمتى؟ خلاص النظام اداني حرية الانفصال. طيب ما اداته حرية الانفصال النظام لأي سبب تافه؟ أي نعم. أو ما أعطاك أنت قال لك ارمي بنت الناس لأي سبب تافه؟ الآن لو صدق شوف النظام حق الأحوال الشخصية الجديدة الذي صدر يعني في له إضافات جديدة، في له تنظيمات جديدة فيما فترة الخطوبة وحق الخاطب حق المخطوبة وإيش الأشياء الإجراءات. أنا طبعاً قاعد أخذها بأمر مستعجل كده لأنه صعب إنه نشرحها بالتفصيل لأنه ما حنخلص منها نعم. مرة طويلة المواد. حقوق الزوجين، حقوق الزوج، النفقة بالتفصيل، أنا قاعد أديه رؤوس أقلام ولكن هناك تفصيلات دقيقة جداً لدرجة إنه التفصيل ونظموا الهدايا وكيفية صرف هذه الهدايا. شوف لأي درجة هذه كانت مفقودة ترى سابقا في النظام القديم نعم. الآن في النظام الجديد موجود. كيف تم صرف هذه الهدايا؟ هل هو من قبل الخاطب أو المخطوبة؟ هل الغرض من صرف الهدايا لمصلحة الزواج أو كانت تصرف الهدايا نفسها المبالغ المالية أو هدايا عينية؟ هذه تنظيمات ما كانت موجودة نعم. هل المجتمع اليوم نسمعه ينادي أنه أنا فاهم وأنا عارف، هل أنت ملم بهذه الحقوق والالتزامات اللي موجودة في النظام الجديد؟ أنا أراهنك لا، ما على الهواء أراهنك لا طبعاً. لا، كل الناس اللي أغلب العامة اللي بيعرفه ولا ليه حق نفقة ولا له مهر يرجع عندك يا بصراحة نتكلم طيب. إحنا هنا في المنصة هذه نتكلم أولا بوضوح وبصراحة وبنواقع ملموس في المجتمع لأنه إحنا عايشين وسط المجتمع وقاعدين نشوف إيش اللي قاعد يصير نعم. وبنسمع من هنا وبنسمع من هنا وبتأتينا قضايا سواء من زوجة أو من زوج. كل المعروف 4-5 مواد فقط أيوه. وهذا للأسف اللي نقولها حتى بعض المحامين عن وسائل التواصل الاجتماعي. لكن النفقة طبعا عارفين لها النفقة متى تستحق، ما نتكلم لك حق الحضانة، متى لها حق الحضانة، التفاصيل دي ما هي غايبة. ليه بعض الأوقات تجلس تقول لك والله أنا قضيتي نفس ولا قضيتي نفس فلان ولكن ما حكم لي نفس حكمها ولا ما حكم لي نفس حكمه؟ أكيد أنه ما حينحكم لك، أكيد هناك تفاصيل نعم غير. وهذه هي الوعي اللي نقوله للمرة الألف يا جماعة، الوعي لابد يكون للكل وليس للجزء. ما أتثقف في جزئية أشوفها أنا مفيدة لي وأترك الجزئية المناقضة أو المرتبة، ما أقول مناقضة، المنظمة لهذه الجزئية. يعني في أشياء تترتب على طبعاً. النقطة هذه نعم. أنت مثلاً، أنا إيش أديك المثال كيف نعم. مثلاً أنت قريت المادة الثامنة من نظام الأحوال الشخصية طيب وتوقفت، شفت المادة هذه هي اللي بتخدمك وتخدم مصلحتك. طيب في المادة 46، هذا كله على سبيل المثال وليست مواد يعني نعم. في المادة 46 منظمة لي مرتبطة بالمادة السادسة اللي أنت قريتها واطلعت عليها أنت وقفت هنا. هذا هو الإلمام والوعي القانوني اللي نتكلم عليه. مهما كنت أنت غير متخصص، وعيك أو قراءتك للأنظمة غير عن المتخصص. هذه لابد أنه قاعدة ونعترف أنه هذا هي الأساس. يعني إذا كنت تبغى تتخذ أي قرار أو شيء ويكون عندك وعي لابد تأخذه بشكل شامل. شوفي شوفي سيدي، أنت الآن لما تبغى القرار هتبنيه على إيش؟ هل تبني على المشكلة والحادثة والواقع اللي عندك أنت موجودة عندك نعم. فحتبحث عن المواد المتعلقة بالواقع صحيح. طيب المواد أنت شفت المادة شفتها والله هي هذه قريبة أنت كيفتها، أنت ما أنت قانوني نعم ولا أنت ملم صحيح في القانون ولكن كيفتها بناء على قراءتك للمادة. طيب في مواد مترتبة على هذه المادة أنت قريت وقفت ترى والله هذه المادة لاني غير ملم ايوه لاني غير ملم ما اعرف وين التفريعات الثانيه هنا. هذا هنا نقول النقص في الوعي القانوني. لو نركز احنا دحين تكلمنا احنا خرجنا شويه عن الطلاق لانه مديهم بريك عن الطلاق
لو نجي نركز الطلاق سيدي ترى النسب لو نرجع للإحصائيات وزارة العدل بس نطلع نسب وإحصائيات عدد حالات الطلاق ترى الشخص هيصدم هيصدم. أنا قلت لك المعلومة الأسبوع الماضي نعم. اللي قبله صحيح صحيح 7 حالات كل ساعة عدد مهول يا جماعة. عودة لكم مستمعينا الكرام. الله يعيننا الشيخ عبد الله قابل فتح لنا باب مع المحامين والمحاميات. لا اي نعم لا احنا الان نتكلم اخوي عبد الله نتكلم على الوعي الوعي نعم يصار الوعي الان في وعي بيصير احيانا في حسابات التواصل الاجتماعي وكثير من الناس لانه يعني صارت هي الوسيله اللي بيتلقى فيه سواء الترفيه والمعلومه او صحيح. الاستشاره وغيرها صار صحيح. الان الحسابات الشخصيه. هنا السؤال بيقول ليش وزاره العدل وجمعيه المحامين ما يقننوا ظهور المحامين في طبعا ذكر حساب من حسابات التواصل الاجتماعي اللي الناس تحب تتابعها كمقاطع يعني فيديوهات قصيرة لأنهم سبب رئيسي في نشر معلومات ناقصة ومضللة. أتمنى أتمنى أنه يكون في تقنين أتمنى في تقنين أنه ما حد يطلع يتكلم بس نتكلم نظاما وقانونيا لأنه في تبعيات للأمور هنا جهة وهنا جهة. نتكلم على وزارة العدل وعلى هيئة المحامين نعم نتكلم هناك على مواقع التواصل ومرجعيتها وزارة الإعلام ولكن نتمنى إحنا أنه يتم مثلا توجيه للمحامين ما نقول المحامين بشكل عام بعض المحامين أنه لو سمحتوا قننوا طلعاتكم في السوشيال ميديا نتكلم بأمور وأنظمة واضحة ركز على كلمة واضحة نعم نوصل المعلومة الصحيحة ما نهدف إلى إثارة ما نهدف إلى زعزعة رأي أو فكر معين لا نهدف أنه إحنا بنوعي مجتمع من جنسين سواء ذكر أو أنثى نعم ما نتحيز لجنس على الآخر وندعي أنه حقوق المرأة وحقوق المرأة ترى حقوق المرأة معلومة ومعروفة وهناك حقوق للرجل أيضا لماذا ما تتكلم عنها طيب نتكلم على حقوق المرأة طيب أنت تكلمت عن حقوق المرأة يا أخي وضح حقوق المرأة ما هي بالشكل الصحيح. المرأة ما هي شيء بسيط ترى المرأة اللي هي أمي أختي زوجتي ترى شيء جدا كبير بل نتكلم عن حقوق نتكلم عن الحقوق بالشكل الصحيح بالشكل اللي بكرة لما تعرف هي أنه هذه حقوقي ما في أي أمور سلبية تترتب من أي إجراء أنا أخذه كمرأة بالمطالبة بحقي مو أروح أطالب حقي وإنه وراء تبعيات تؤثر علي وعلى عائلتي وعلى حياتي الاجتماعية والعملية. هذا هو الوعي يا جماعة. نعم إحنا الآن أغلب الأمور كل ما أحد يتكلم يعني معلش الصوت الآن صوت المرأة لو نقول طيب انت المرأة لازم انت تكون لك مكانتك العالية في حقوقي انت بتاخذي خطوة قدام وبترجعي 10 خطوات بسبب خطواتك اللي اخذتيها قدام لماذا؟ لانك انت ما حسبتي وشفتي الحقوق التي لك ووقفتي ايش الالتزامات المترتبة ما اطلعتي وذلك بسبب ايش؟ بسبب عدم الوعي القانوني والإلمام بالأنظمة سواء أنظمة أحوال شخصية أو أي نظام موجود على هذه البلاد. نعم دائما في حاجة يعني النظام كان في السابق يقول لك الزوجة طبعا موظفة نعم. طبعا إنه قبل فترة من الفترات إنه في انتشرت الأخبار والناس ترند على موضوع الزوجة غنية وهو ما ينفق عليها أي. هذا موضوع يعني أنا من وجهة نظري يعني شيء بديهي من سنين أنه الرجل مجبر على النفقة على زوجته فين الشيء الجديد اللي في الموضوع لا شيء نعم ما في شيء جديد صح. أنا إيش اللي أضيفه هنا يا زوجتي العزيزة وأنت يا زوجي العزيز يا أخي خلي يفصل حياتكم الزوجية عن حياتكم العملية لا
تيجي بكرة الزوجة تقول لزوجها تعال خلينا نفتح مشروع نتشارك. لا، خلي فلوسك عندك، افتحي مشروعك، حلالك الله يبارك لك فيه. الزوج لا يجي لزوجته يقول لها تعالي بكرة نفتح مشروع نتشارك. لا يا حبيبي، خلي فلوسك عندك، وانت تبي تأمن لعيالك انت ملزم تأمن لعيالك وليا، جزاك الله خير. نعم. لا تخلط الأمور، هذه أحد الأسباب. لا لا، احنا بنكتب ورقة بيننا وبين بعض. طيب كتبتوا الورقة بينكم وبين بعض، الورقة هذه ايش حتسبب؟ لو اختلفت الأرباح واختلفت، دخلت انت دخل خرجت من موضوع زوج وزوج، دخلتوا إلى شراكة وإلى تجارة وإلى وإلى وإلى. نعم صحيح. هنا وصلنا لمسألة، قد تصل لمسألة الانفصال بين الزوجين. نعم. طيب هذه الأمور القانونية نتكلم عليها. هنا بتقول وعي قانون، لا خلاص افصلي، خلي انت حياتك العملية وشغلك الخاص، وأنت خلي شغلك الخاص وحياتك. أنت في الأخير ملزم أنك مثلا كرجل، أنت في الأخير ملزم أنك تنفق على هذا البيت وتأمن هذا البيت، سواء زوجتك أو غيره وأولادك. وأنت كزوج مالك، عندك شغلك الخاص، تبغي تتطور تبغي تكبري، هذا شيء. الزوج دور أنه هو يدعمك ويوقف معاك. نعم. نصيحة هذه، لا تخلطون حياتكم الزوجية وحياتكم العملية. نعم. نصيحة، لا تقول لي والله كتبنا ورقة، سوينا ورقة، سوينا مدري ايه، كتبتوا على إقرار، كتبني على سند، كتبتوا على شيك، كتبني على كمبيالة. اتركوا الأمور هذه. نعم. خلوا حياتكم الزوجية تستمر وفق ما انتوا تعيشوا، وكيفوها على حياتكم. لا تقول لي النظام، إذا انت ملم بالنظام تعرف انه هناك فصل ما بين كذا. مشكلة في يعني شوف الوعي اللي نتكلم عليه، عملوا الشراكة بكرة لا سمح الله انفصلوا، راحت محكمة الأحوال الشخصية اشتكتوا. طب انت الآن تشتكينه كشريك ولا كزوج ولا طليق؟ شفت الوعي القانوني هنا كيف؟ نعم، في الأمور يعني خاصة الحياة الزوجية أشياء داخل ببعضها يعني ما في هنا الوعي القانوني. أحد انت، أنا بسألكم، أحد المستمعين أسأل، أحد سمعته انه يتكلم على النقاط هذه، ولا بس يتكلم لك على النقطه الاساسيه اشتكي طالبي بحقك ويوقف؟ ما حد يتكلم بالتفاصيل هذه. لا، اشتكي طالبي بحقك، روح اشتكي، اتطلقي واشتكي وطالبي فلوسك اللي انت دفعتيها، ولا انت طالب بحقك اللي انت دفعت. بس هذا اللي هذا الوعي اللي غلط. نعم. نوصل نقول النقطه في هذه النقطه لها تفصيل ولا ما لها تفصيل، كيفيه مطالبه ما لها تفصيل، اثبات هذا الدين او هذا الحق ما له تفصيل. ما نقوله، ايش يترتب على هذه الشراكة اللي بينكم، ايش يترتب على الالتزامات، ما نتكلم. لا خلاص، بس طالبي يطلع وسائل التواصل الاجتماعي، سواء تلفزيون ولا وسائل اي وسيلة من الوسائل، لا لا لا، حق مثبت وطالبي بالحق. طيب ايش تفصيله؟ هل انت ملم لما تنقل معلومة وتدي رأي قانوني؟ هل أنت ملم؟ لأنه الشخص اللي اتصل واللي سألك يثق في كلمتك، يثق في معلومتك، فلا تنقل المعلومة زي ما هي. لا تنقل، ليش تنقل المعلومة ناقصة؟ زيادة نسبة مشاهدات ولا زيادة نسبة متابعة؟ لا، يا تنقلها صحيحة. المشكلة أنه مثلا المتصل أو السائل بيأخذ المعلومة كما هي، ولو شاف عكسها في أرض الواقع هنا المشكلة. نعم. طبعا بتروح تداعيات اخرى، لا هذا مدري ايش بو، المحكمه هذه مدري ايش بها، المدري ايش القاضي مدري ايش بو، تروح تداعيات ثانيه وهو مرسخ معلومه اساسا خطا. هذا الوعي اللي نتكلم عليه، هذا الوعي نعيد ونزيد، هذا الوعي اللي نتكلم عليه، انه الوعي اللي موجود خطا وترسخ في المجتمع خطا. نعم. مو خطا اني انا اسال عادل واسال عبد الله واسال حسين واسال محمد، مو غلط ترى، إلين أصل المعلومة الصحيحة، مو المعلومة التي تقنعني، في فرق. وأحيانا يعني يكون مثل هذا الوعي الخاطئ أو السلبي تيجي مع بدايات الحياة، يعني وهو لسه بيتقدم أو هي لسه ويبنوا، بيصير هم بيحولوا الشيء المستطاع إلى غير مستطاع. صحيح. الشيء المتاح إلى غير متاح. يعني المسألة الآن تطور إلى مو موضوع أنه والله زي كان زمان يعني يدوب أنه المهور يا جماعة، لا دحين صار مسألة أنه كل واحد له فهم معين مختلف تماما عن موضوع الزواج، ترى أنا من حقوقي وإنت من حقوقك، فصار
ايش سبب؟ ما ادري يعني ايش سبب هذا. ليش نرجع احنا نقول كلام صحيح ومو صحيح؟ لكن احيانا كل واحد عنده حق. ما قلنا في اشكاليه في ذلك صحيح. لكن ما هو بالطريقه دي. لا احنا نتكلم على الطريقه وعلى الفكره اللي موجود واليه التعامل بين الناس. ايوه احنا ما نتكلم فكر عادل غير فكر عبد الله، فكر حسين غير فكر محمد، سواء في الطرح او بالتفسير او تاويل الموضوع نفسه او بتفسير او تاويل الشيء، الفكره اللي موجوده في باله وكيف طرحها وكيف يؤديها وكيف نقولها تختلف من شخص لشخص. ولكن احنا اللي نختلف عليه انه صار الموضوع انه الكل ملم بشيء في باله. هل الالمام هذا صحيح؟ ما انت عارف. احنا دورك كمجتمع ولا كبرنامج عارف من حقك ايش دورنا؟ انه نوصل المعلومه ونيع المجتمع بالشكل الصحيح. اسمها اعرف حقك. انا بعرف حقي بس بعرف حقي الصح اللي اقدر اطالب فيه، هذا هو. وبعدين لما ما شاء الله تبارك الله لما نبدا لسه الان بيقولوا على قولهم قراءه الفاتحه وكل قاعد يملي شروط، هل هذا صحيح؟ ليه؟ لانه المجتمع او وعي المجتمع اللي عنده الاساسي لا تتنازلي عن حقك، ثبتي حقك من البدايه، هل هذا صحيح؟ نعم. هل هذا منطق يا جماعه؟ ففي شحن يعني غير المجتمع غير مشحون. أيوه. مين اللي قاعد يسمع من اللي حواليه؟ أيوه. لا ثبتي قبل ما تدخل قبل ما يا جماعة هل هو عقد زواج أم عقد اتفاق إنشاء شركة؟ لازم نفرق إنه بتترتب أنت الأساس. من حقي أعيدها للمرة الثالثة، من حقي أني أكون أنا ملم بمالية وبما علي، ما قلنا شيء. نعم. أنا ماني مختلف على النقطة هذه، بس أكون بالشيء الصحيح. لما أسس أنا أسس صح، مو أسس على أنه شيء توجيهات من كل جهة وأدخل يوتيوب وأدخل سناب وأدخل وأسمع من هنا وأسمع من هنا. ترى ليس كل قصة ولا كل حالة يعني تطبق عليك ولا عليك. فعلا فعلا. نطلع الفاصل ونكمل معك أستاذ عبد الله وكذلك معكم مستمعينا الكرام، وأذكركم برقم التواصل معنا برسائلكم النصية على واتساب الإذاعة 055-66-89-001 مرة أخرى 055-66-89-001. فاصل نرجع لكم، خلوكم معنا. أهلا بكم مستمعينا الكرام، يا هلا فيكم. هنا جاء سؤال أستاذ عبد الله، انتشر مؤخرا مقاطع تبدو كأنها تحدي وضع شروط للزواج، والزواج صار كأنه صفقات، فرسالتك محامينا لمثل هذه الأشياء قانونيا ولكم جزيل الشكر. هذا ما نتحدث عنه. زيادة الوعي القانوني وأنه أنا عارف وفاهم وملم، هذا هو ما توصلنا إليه. نعم. صارت العقد الزواج عقد شركة وليس عقد زواج بين زوجين، عقد تأسيس شركة وليس عقد تأسيس حياة أبدية بين زوجين. أي هذا الفرق، وهذا اللي وصلنا له، هذا ما نتحدث عنه في الوعي القانوني. في ظاهرة نزيدك إياها انتشرت الفترة الأخيرة، إنه شوف المرحلة اللي وصلنا لها. للأسف نشوف الحفلات ما شاء الله تبارك الله، حفلات طلاق. من متى احنا بنسمع في المجتمع حفلات الطلاق؟ فعلا ما لاحظت فعلا. أول كنا يعني حاجات كذا كانت كحركة، بس صارت الآن خلاص مستمر. اي نعم. لأي مرحلة أنا لما أجي أسمع في المجتمع أخيرا تحررت؟ تحررت من ماذا؟ نفسي أنا اقتنع كذا بشيء، تحررت وترمي حجابها، هل هذا هو التحرر؟ هل هذا اللي وصلنا له؟ كله بسبب إنه ما في أولا عدم الشعور بالإحساس بالمسؤولية، هذا خارج النظام خارج القانون. تأسيسا للزوج والزوجة ما في إحساس بالمسؤولية، ما عندهم إحساس بإنه إيش الشيء اللي أنا مقبل عليه، إيش الحياة الزوجية، إيش مفهومها، إيش عنوان الحياة الزوجية،
ايش هي بالضبط الحياه الزوجيه؟ ما في تاسيس خطا. نيجي للشيء الثاني اللي هو يجيك نتكلم زي ما تفضل دوبك السؤال شركه طلباتي كيت وكيت طلباتي كيت وكيت. طيب انا عارف اللي لي وانت عارف اللي لك وانا عارفه وحقي وما حد في مرحله تحرر وما تحرر. يا جماعه ترى الزواج ما هو مو شروط، ما هو عناد بين زوج وزوجة، في أساسه مودة ورحمة وعشرة بمعروف. ما في الأساس هذا، الأساس ده أنا من وجهة نظري الآن في المجتمع اللي قاعد أشوفه لا يوجد. انتزعت الرحمة، انتزعت الرحمة. تتناقش يعني والله إحنا بنعيش في مجتمعات وبنشوف وفي مجالس وبنسمع، والله بنسمع كلام عجيب وقصص عجيبة. يا ناس مين زرع الشيء هذا؟ المجتمع هو اللي بيزرع، المجتمع هو اللي بيزرع. ولم ما لم نوجد إحنا كمثقفين لهم وواعين لهم، وهذا الدور اللي مفروض إحنا وبقوة، ترى إحنا نعتبر مقصرين في التوعية. وفي جهات أخرى المفروض إنها توعي الزوج والزوجة عند الإقمار، في محاضرات تعطى ترى، ولكن المجتمع بيهدم. يعني أنت لازم توعية المجتمع قبل توعية الشخص هذا والشخص هذا والزوجة والزوجة. يا جماعة لازم يعني لازم تفكر، سواء الولد أو البنت، عندما تقبلين على الزواج أنت إيش تبغي بالضبط وأنت إيش تبغى؟ هل هو هدفك؟ وتكون صريح مع نفسك قبل كل حاجة. هدفك استقرار. أيوة. لا تكذب على نفسك إنك أنت والله بتستغل بنت الناس ولا بنت الناس بتستغلك. هذا ما يبنى على زواج، هذا يبنى على شروط واتفاقيات. نعم. وليس نعم. من وجهة نظري لا يسمى يعني عقد زواج بينهم الاثنين. إذا كان موضوع استغلال أو كذا، إذا راحت الحاجة اللي بتستغلها خلاص انتهينا. لكن إحنا الآن اللي نتكلم عليه إنه نتكلم أنتو متى بنوعى نظاما موجود. الدولة كفلت لك الحقوق سواء كزوج أو كزوجة. لحد يجي مين ما كان يفتي ولا يقول لكم نقول لكم معلومة خطأ تسمعها من هنا ولا من هنا ولا من هنا. ترى الدولة وضعت نظام والنظام يمشي على الكل، موجودة بالتفصيل لو نرجع للنظام بالتفصيل، ولكن اللي ينقل غير، اللي يزرع ويرسخ في المجتمع غير. دور الأهل فين؟ دور الوالدين فين؟ إيش ترسخوا أنتوا في أبنائكم؟ نعم. أنت حقك صار الآن ما في، تقول لك والله هذه حريتها البنت تختارها، لا حق الاختيار. طب لا حق الاختيار، نقطة على الصوت ما يتفق أنه لا حق الاختيار سواء البنت أو الولد. نعم، لكن أنت حق... لك دور أنك تتوجه التوجيه. نعم. التوعية. صحيح يا أخي، ما عند معلش ارجعوا روحوا راجعوا مستشار أسري، روحوا راجعوا. ده أول إجراء دور المحامي فين نبغى نشتكي. ترى الوعي القانوني مو هو كذا، الوعي القانوني أسس مو لخراب البيوت، الوعي القانوني دي بناء البيوت ترى. نعم. لتأسيس حياة زوجية صحيحة وصحية. صحيح، حماية وصيانة للبيوت كذلك. صحيح. مو إنه لخرابها، للبيوت لأبنائهم. نعم. وأبناء، وهناك بعدين نتكلم أحوال شخصية، نتكلم لوصايا ونفقة وغيره وغيره. نعم. وليس بس طلاق. أنا اللي الآن اللي أسمع أنه بس الأحوال الشخصية بس طلاق، كأنه نظام الأحوال الشخصية بس طلاق من كثر ما قاعدين نسمع. إيه، فصار المفهوم مغلوط. ما أي المجتمع صار يترسخ عنده، وليس بينهم بين الناس، يعني باتصالات. نعم. بين الناس اتصلت على فلان واتصل هو على فلان. يا جماعة طيب، يعني أنت يعني أحلت الكثير من الأمور للمجتمع، المجتمع اللي بيخلي الزوج أو الزوجة هم اللي بيعبوا رأسه وبيخلوه يتخذ مثل هذه القرارات المغلوطة. معنى ذلك أنه يعني إحنا بنسيء اختيار البيئة المحيطة بينا اللي بتغذينا بالمشورات السيئة. ممكن ممكن. دائما شوف نصيحتي، لما تبغى نصيحة من أحد
أو تطلب رأي من شخص، حاول أنك تطلبه من شخص بعيد عن محيطك، لأنه اللي في محيطك ممكن يجاملك. نعم، ويعطيك الشيء اللي الشيء تبغى. اللي أنت تبغاه. نعم. فدائما أنت لما تجي تطلب النصيحة أو الرأي أو المشورة اطلبه من شخص بعيد. نعم، ما له علاقة بذا ولا بذا. مرة. أي. فعلا. هنا الأفضل. لأنه ممكن ينحاز لك ضد الطرف الثاني. إحنا ما نعيب في المجتمع ولا نعيب في المجموعة اللي حولناك إنه البيئة غير صالحة، لا. ولكن كل زي ما ذكرنا أول إنه كل له فكره وكل له فيه صحيح توجيه وكل له اختصاصه يا جماعة. ونعم. لازم يعرفنا هذا الشيء، كل له اختصاص ومجال يبدع ويبرز فيه. نعم نعم. ما درست الناس اختصاصات معينة في الجامعات، كملت بكالوريوس وماجستير ودكتوراه عشان ننفيهم ونقول لا والله ما هو مختص. نعم. الله يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك. شكرا لك على على ما بثيته لنا يعني كذا من آهات بخصوص طب ندور حلقة الأسبوع القادم تكون فرحة يعني. إن شاء الله خير بإذن الله. نقول يا رب. الله يعطيك العافية وشكرا لك، وبإذن الله إحنا لقانا ما بعد الحج إن شاء الله وعيد الحج. كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيب وخير وعافية. وعشر مباركة إن شاء الله علينا وعلى المستمعين بإذن الله تعالى. اللهم آمين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال يا رب. آمين يا رب. شكرا للأستاذ عبد الله جميل مقابل المحامي والمستشار القانوني، وكذلك من إخراج البث زميلة هالة منصور. شكرا لكم مستمعين الكرام، هذه تحية مني أنا عادل بارباع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.